relationship between the type of communication interface اللي بتعمل معها ايش الريليشن مع التو كلاسز دائما تحاول تربط ايش العلاقات المختلفه صفر كومبوننت ار اوفن كومبوزيت كومبوننت ذات ار ميد اب اوف صفر انتراكشن اوبجكت كل واحده منهم معها اوبجكت واحيانا الاوبجكت الكومبوننت بتتخاطب على مصر الاوبجكت نفسه يعني الاوبجكت الفلاني بداخل الكومبوننت الفلاني بيخاطب اوكي سو ذيس از ذا بروبلم اوف ات فور اكزامبل ان ذا ويذر ستيشن سيستم The reconfiguration component include objects that deal with each aspect of the reconfiguration. When you get the reconfiguration, you have a component. Reconfiguration. What is the reconfiguration? One of them is talking about what is it? The عدد تهيئة الأجهزة تغيير قيم داخل. لما تعمل reconfiguration تفتح الفانكشن حق reconfiguration. بيعمل reconfiguration لوحدة. ولا مالتي. You can do whatever you want. Just select the sensor and make a configuration. إذا مرتبط بأكثر من object أحيانا component. Okay? So you try to test the component. You access the functionality of this object through the defined component interface. كل واحد منهم معه interface. فتحت الـ configuration حق الـ Web Station. بيقول لك شبكة. المفروض رسومات. طبعا هي كلها virtualization مش حقيقة. صح ولا غلطان؟ تتوقع انا بقول لك هسه حق الحراره ولا هي مجرد رسمه بتوضح لك سيموليشن جهاز فين كل واحد موقعه برسم لك خريطه في كل واحد فانت لما تعمل ريكونفجريشن بتحتاج انه في انترفيس لكل واحد الانترفيس هذا عباره عن بوتوم اللي بتضغط عليه اوكي حسيتهم كده بعد الصلاه اللي فيها الاتوم او سلام معاك على المنطقه اليمين اوكي فتحت الويذر ستيشن بتحصل هنا كاتب لك قدامك بيقول لك ستار هنا السنسر هنا فلاد كامل هنا تفاصيل كامل مقابل بيطلع اوكي هذا الانترفيس هذا المجرد تواجهه هو مجرد هي عباره عن الحقيقي فيرتشواليزيشن بعد ما تضغط هنا تضغط على الزر بعضهم بيحلم كثير حتى في برمجه الزر ايش بتعمل؟ الكوردينيت بداخل المنيو ولا ايش؟ ما تقدر تشتغل على خلايا، ما شفتها مش خالص. يعني اللي ما برمجتش بس اشتغلت على حاجه زي كده. يعني حتى لو وضعت على هذه النقطه المفروض انه يقول لك يدخلك جوجل اير اسمه نفسه. اوكي جوجل اير بس انا صدقت طموحته وانتم لا لا اوكي لوكيشن بداخل فورم لما ضغطت لوكيشن بداخل فورم ايش المفروض تحدد؟ الكوردينيت حق اللوكيشن. هذا الكوردينيت هو الانترفيس حق السنسر الحقيقي اللي بيظهر لك القيم ويسمح لك بتغيير الداتا. بعد ما تدخل الداتا وتعمل له اوكي سيت المفروض انه يحصل send signal والconfiguration ينحفظ بداخل الداتا بيس. So you access the functionality of this object through the defined component interface اللي قلنا عليه. Test composite component should therefore focus on showing that the component interface behave according to this specification. You can assume that unit tests of the individual object within the component have been completed. Interface testing, okay. Which you are going to make a test case for the interface. Each selected interface. الانترفيس نفسه هو عبارة عن كومبوننت، خلص الشيء كبار. كل انترفيس مجموعة من الكومبوننت داخله. داخله نص، داخله صورة، داخله فورم، داخله بوتوم، داخله راديو، اوكي؟ فأنت لما تعمل تست انترفيس يو ماست جو ثرو اول. مش تجي بس انت تحس انه لا لا انا عملي بس اتاكد انه البرنامج شغال على الناس ولا مش شغال على الناس. اكيد هنا هو كاتب نيم و ايج مارشال ستيتس ايرور ستيتس نيم هذه نيم So you have to discover the test also to focus on each single thing inside the interface. Okay, language, syntax, position, موقع, مكان غلط. واحد قام عمل لك الـ A هنا قبل الاسم. أو إذا في مشكلة application هذا. يعني انترفيس الالوان ترتيب اماكن البوتون everything so you try to divide the interface into similar test cases علشان تعرف what other interface can be tested.
Okay. This is an example of interface design. It is objective to detect the fault or detect the faults due to interface error or invalid assumption about interface. إذا في معانا يا أما interface error أثناء التنفيذ إيش الإيرور اللي ممكن يطلع لك أو invalid assumption فرضية خاطئة. أوكي فرضية خاطئة فأنا كتبت شيء خطأ استخدم تكست بدل ما يعمل من تيبل شويز عمل خلاف كل هذه عبارة عن فرضية خاطئة. انترفيس تايب باراميتر انترفيس في باراميتر محددة شيرد ميموري انترفيس بروسيجر انترفيس ماسك باسنج انترفيس all of these data could be test according to selective interface. في لها انواع كثيرة وقد تكلمنا عليها معظمها. انترفيس ايرور a calling component call another component and makes an error in its use of its interface. Example parameter in the wrong order. ستيب عملتها وبالخطا احيانا كثير برميين ستيب قبل ستيب احيانا او ستيب فانكشن قبل فانكشن. اوكي this is a common interface misuse. Interface misunderstanding a calling component embedded assumption about the behavior of the call component which are incorrect. بيستدعي واحد بشكل خاطئ كثير. Timing error the call and the calling component operate at different speed and out of date information is assessed. Interface testing guidelines, كيف تعمل guidelines للinterface. Design tests so that the parameter to a call procedure are at the extreme end of their range. دائما بتعمل أقصى حد للinterface هذا. عمل لك بوكس دخلهم إياها من بوكس كاركتر. عمل لك قيم حاول تكبرها. عمل لك whatever. So try to end of their range. تكبر الرينج. Always test pointer parameter with non pointer. Too late. دائما تعمل لنا بوينتر لانك تعمل لنا اوفر فلو للذاكره. ان البوينتر احيانا بترجعك للستاك. الستاك الحقيقي حق الميموري وهذا ممكن يعمل مشكله كبيره فيقوم الاوبريتنج سيستم بيوخر النظام. اوكي؟ علشان كذا بتحاول تعمل له اخطاء. كانك شكلك تنقل البروجرام بوينتر لمكان خطا في داخل النظام نفسه. ديزاين تيست ويش كوز ذا كومبوننت تو فيل. اختار له انك اشتي افشي لك افشي. يوز ستريس تيستنج ان ماسك باسنج سيستم. In shared memory system, vary the order in which components are activated. حاول تغير الترتيب الشيرد اوبجكت وبتشوف ربما يروح لانين بنفس المكان يمشي معاك في السيستم وبالتالي طلع لك داتا خطا. Alright. System testing. During development, import integration component to create a version of the system. And then testing the integrated system. اذا الكومبوننت هي كامل هي ما هي مقدمه للوصول للسيستم تستنج. بعدين بتعمل integrated the system to work. The focus in a system testing is testing the interaction between components. System testing checks that components are compatible, interact correctly, and transfer the right data at the right time across their interface. And then have the data for in the system check that components are compatible. كلها تشتغل مع بعض تتفاعل بشكل سليم, interact correctly, and transfer the right data at the right time. تنقل الداتا اللي نشتيها في الوقت المناسب لها. System testing tests the emergent behavior of a system. بشكل عام يشوف ردود أفعال السيستم الحالي. System and component testing. During system testing, reusable components that have been separately developed and off-the-shelf system may be integrated with the new developed component. The complete system can test. مش تكلمنا عن أحيانا ربما نستخدم reuse. نجيب function من مكان ندخلها بحيث أنها system. أوكي؟ متى نقيسها هذه؟ متى نفحصها يا دكتور طيب؟ أول ما شديناها. السيستم تستنج. الكومبوننت تستنج. بتشغلها ككومبوننت تستنج بتشوف طريقة عملها وبعدين بالسيستم بتأكد من أدائها كوحدة بداخل الموديل. بس ما بقدرش أسوي اليونت تستنج داخلي أو الكومبوننت. ربما تكون هي كومبوننت مش يونت تستنج. لو هي على مستوى اليونت تستنج بفحصها من اليونت تستنج. كيف بتختبر على اساس الكومبوننت وبعدين بنروح بس انت بتختبرها بالسيستم انك جبتها عشان ما تتخارج جبتها عشان تتخارج ما تعملش كودنج ولا اي شيء فهي بتركبها اوكي ولا احيانا تكون اوف شيل فتشتريتها شراء بالتالي ما عندكش اي خسائر عليها لكن تقدر تفحصها اذا اشتغلت مع السيستم بشكل جميل خلاص تتصور. Component developed by different team member or sub-team may be interactive at this stage. System testing is a collective rather than a developer process. كومبوننت ديفلوبر كل تيم بيشتغل حاجه كل واحد لذلك السيستم تيستنج مهم
هذول التيم بيشتغلوا اوبجكت اورينتد، ما هذا الفكره مش عندهم. فالسيستم انتجريشن والسيستم تيستينج مهمه، لانه كل تيم بيشتغل على موديول مختلف، واحد على الريجستريشن، واحد على الميشن، واحد على الماركس. فلما تجمعهم بتبان لك المشاكل بقوه، حتى لو هي شغاله كامل بنفس اللحظه انتجريتد بيعمل لك مشكله كبيره. In some companies, system testing may involve a separate testing team with no involvement from designer and programmer. What are the issues for? مش issue for. لأن designer or programmer. ناس تانيين يجوا تجيبهم. هذا يفضل دائما. تجيب ناس تاني تعالوا جيبوا في الفضايح خبرة. تعالوا حاولت تجيبهم بصفاك على أساس خبرة الفضايح. شوفوا أنا مقتنع بقدراتكم إنكم تفشلوهم، لأنه هذول مش مبرمجين بقدرتكم. بالتالي هم حاولوا يعملوا سيستم يعني تعبوا، لكن انا اشتري المشاكل كلها تفضحوهم بتقرير رائع وانا لكم مكافاه مش طبيعيه. ممكن تحفزهم عادي لانهم يشتغلوا باجتهاد عشان يطلعوا لك مشاكل السيستم. انك تعرف مشاكل السيستم شيء مهم جدا، لان معظم المشاكل بتحصل او معظم الاجهزه بتحصل في السيستم تيستنج. This is an example. بعطيكم مش تعمل يوز كيس تيستنج عادي. It is separate with the component level. The use case to block the identify system interaction can be used as a basis for system testing. لما تيجي تعمل system testing, you need to make identify the requirement. Alright, تعرف ال requirement لأنه ال use case عبارة عن requirement حق السيستم، فبتحتاجها بالسيستم testing. Each use case usually involves several system components, so testing the use case for this interaction to occur. بس مش هذه لوجين كاملة. هذه قبل السيستم السيستم تستنج، لانه احيانا بيكون معاك مبالغ كثيره. هذا هو الثاني. طلع ايش على سيرش بو الان شو تتاكد انه حقك النظام شغال بشكل جيد؟ ايش تقوم بالعمل؟ امسك الكروس كيس اللي عم تستعين، امسك السيرش. السيرش هل تعتقد انها كومبوننت وحده او يونت؟ لا. السيرش عبارة عن مجموعة، ايش يعمل كفانكشن؟ يستدعي من الداتا بيز كل الافايلبل روم ويعرض لك اياها ان اوردر، يطلع لك اياها از ديسبلاي بيست اون ريت اور فلتر اون ريتنج ولا ان كليننج. اوكي؟ سو ات از ان انتراكشن. اي واحدة من هذول لو اتنفضت صح معناته ان الكومبنت اللي بتوضب فيها كانت اتنفضت صح. اوكي؟ فاليوز كيس احيانا تستخدم للتاكد من يوزر ريكوايرمنت انها فاليديت، اند زائدا سيستم تستنج بيهيفير. The sequence diagram associated with the use case document the component and interaction that are being tested. هذا كمان ممكن تستخدمه sequence diagram عشان تتأكد من التفاصيل. This is an example for a sequence chart. Test driving. It is an approach to program development in which you intervene testing and code development. تدخل في التفاصيل على مستوى الهرم. Component هذا اللي هي اسمها test driving development، هي تقنية تستخدم بعملية تيستينج متكاملة للسيستم. Tests are writing before code and passing the test is the critical driver of development. تعمل الكود تيست قبل الكود، هذا الهدف منها، انك انت تعمل الكود بناء على التيست. تقول انا قبل ما اعمل البرنامج حق البور لازم اعرف ايش المدخلات له، بحيث لو دخلت دقيقة طلع لي اوكي، لو زاد الرقم عن مليون فالبروجرام لما يجي يشتغل قد عنده قيود. فهذا التست درايفنج اللي هو اشتقاق التست من درايفنج ديفلوبمنت قبل الديفلوبمنت. اوكي؟ يعني الديفلوبمنت اشتق من فين؟ من التست نفسه. من الكود اللي انت تكتبها انت از تست. يو ديفلوب كود انكريمنتلي along with a test for that increment دائما وانت تقرب. You don't move on to the next increment until the code that you have developed passes this test. كل واحد بيغلط من الطريقه الثانيه لبعد ما تكمل. TDD was introduced as a part of Eagle method, such as extend programming. However, it can also be used in land driving development process. هو طبعا تيست حديث تم انشاء الاكستيرن بروجرامينج. Alright. This is another show how the test driving improvement could be. هذا لما تشتغل على البرامج الحديثة زي Eagle development. Okay, there is a short flow chart, you can see it about
ايش الفوائد اللي يسمى التست دراجن ديفلوبمنت كود كفرج؟ اوكي تقول الثاني عادي ممكن نتكلم عليه. الكود كفرج ان افري سنجل كود سيجمنت ات كود بي كفرج. لما تجي انت على واحد واحد تعمل دراجن ديفلوبمنت معناته انك بتعمل حساب لكل حاجه وبالتالي الكود بيغطي كل المشاكل وبالتالي لما تيجي التست فيس ما فيش اي مشكله. هذا موضوع مهم، اوكي؟ صح ولا لا؟ انا لما اجي اقول له الفانكشن هذه حدودها 1 2 3 4 فانت جالس تعمل اشتقاق لكل الليميتيشن اللي ممكن الكود يخرج لفوقها، اوكي؟ وبالتالي وكانك يقول له تضوي قبل ما تمشي. هذا هو الفائده من التست درايفنج ديبلومنت، وكانك تحاول تعرف الطريق قبل ما تخلوه يبني. وبالتالي انت بتجيب له كل الاحتمالات المنفذ او المبرمج بيعملها فقط في الكود. هل لما توصل طبعا بتتعب في البدايه صح يعني ايفورت، لكن الايفورت حقها على فكره اقل من تكلفه التست نفسه لو عملتها بالبدايه، وهذا اللي بتشوفه. ريجريشن تيستينج، ريجريشن تيستينج سويت از ديفلوب انكريمنتلي از البروجرام از ديفلوب مع البروجرام اللي هو تعمل عمليه تيست ريجريشن كل مره وانت تعمل تيست للكود تضيف كود تعمل عمليه تيستينج. Simplified debugging, when the test fails, it should be observed or obvious where the problem lies. This, the new writing code needs to be checked and modified. هذا اللي يستخدم كسimplified debugging. إنك تقوم بعملية debugging للكود, either by assertion or try to catch error. System documentation, the tests themselves are a form of documentation that describe what the code should be doing. إذا الكلام اللي كتبته ورقه شوية, تذكروا هنا, unit testing. قلنا ايش اسمها؟ تيست مثلا لوج ان، ايش الهدف منها؟ هذا كله ديكومنت لازم تكتبه. اوكي؟ What is expected to output and what is the read output. So it is all about the system themselves are a form of document that describe what the code should be doing. Regression testing اللي تكلمنا عليه، release testing is the process of testing particular release of a system that is intended for use outside of the development team. The primary goal of the release testing process is to convince the supplier of the system that it is good enough for use. Release testing, therefore, has to show that the system library is specification functionality, performance, and dependability, and that it doesn't fail during normal use. Release testing is usually a black box testing process where tests are only derived from the system specification. إذا في معنى البلاك بوكس في معنى الوايت بوكس. الوايت بوكس اليونت والكومبوننت والبلاك بوكس اللي عبارة عن اوفر اول ذا سيستم اند ريليز اوف ذا سيستم. This is the difference between release test and system test. Release test is a part of the system test. هي عبارة عن الريليز اللي نوصل لكم إن شاء الله. Okay. هي عبارة عن system test. However, هلا ركزوا معي. في معك system فضلتك. اوكي عملت تستنى نزلت السوق حصلت مشاكل رجعوا الكوستمر فيدباك عن الريليز. الكوستمر هذول يعملوا انت دائما تعمل ملاحظه تعمل ابجريد بس هذاك ما تنزلوش تروح تحل لهم المشاكل لكن ما تنزلوش كفيرشن تجمع كل المشاكل حق الكوستمر بعدين تنزل ريليز مره. هل تتوقع لما تنزل ريليز انك بتعمل سيستم تستنى جديد؟ سيستم تستنى ايش السؤال؟ لا شيء لانه قد جميل لانه قد عملنا له سيستم تيستينج معقول انا اعمل ريليز تيستينج مره ثانيه اعمل تيست متعب جدا لانه ده قد لكن بتراقب الكومبوننت الاضافات والاكشن اللي حصل تعمل له تيستينج الموديول اللي حصل السولفين تمام. This is what is the important difference. A separate team that has not been involved in the system development should be responsible for release testing. هذا for the first time. For the first time, في system testing. في another people who will make a release testing. نهاية. System testing by the development team should focus on discovering bugs in the system defect. The objective of release test is to check that the system meets its requirement and is good enough for external use, which can be made validation and work of them. Feature of tested by a scenario. This is as example, what is the feature? Authentication by logging into the system. هذا feature. يحتاج إلى عبارة عن scenario. Download and upload of specific patient record of a laptop. تحاول تعمل scenario للفيشر. Home visit scheduling.
encryption and decryption of patient record on mobile device. Record